مساء الخير، مساء السعادة عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال. كما عودناكم لقاء جديد وبتجدد دائما بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا في برنامجكم الكلام في ملعبنا. النهاردة معنا فقرات كثيرة تهم جميع المشاهدين. أولى فقرات حلقتنا النهاردة حنتكلم عن الجمال، مش أي جمال، أجمل أي بنت بتحلم ليلة فرحها تكون ملكة، تكون أجمل عروس. هنعرف الكلام ده بعد شوية مع ضيفتنا الجميلة. قبل ما نبدأ فقرتنا خلونا أرحب بزميلتي. إزيك يا نجلاء؟ ازيك يا رزي، مساء الفل عليكم. عالم الميك اب ده عالم واسع جدا، وبالطبع فيه كل يوم بينزل حاجات جديدة وماركات، وده اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو، ميك اب ارتست شيماء ياسين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الحمد لله. عايزين نعرف من حضرتك ايه ازاي ننظف البشره. بصي، هو تنظيف البشره شيء مهم جدا جدا قبل الميك اب، لانه بيدي افكت للميك اب، بيكون شكله بيورو وشكله احسن. فتنظيف البشره ممكن نعمل سكراب، وبالاول يعني بنحضر البشره، يعني بنستخدم غسول. بعد ما بنغسل البشره كويس ممكن نعمل سكراب. السكراب ممكن سكر وزيت زيتون، وعامل سكراب بحركات دائريه على البشره بس بهدوء، تمام. وبعد كده بحط مثلا المرطب، يعني المرطب اللي كل واحده بترتاح ليه. طيب السكراب ده لجميع انواع البشره ولا لا؟ طبعا لا لا، بصي هو دايما البشرات الدهنيه يعني مش يعني الاصح ليها ان هي ما تستخدمش حاجات فيها اويل كتير. انت فاهمه؟ لان اوريدي البشره الدهنيه دايما بتفرز دهون، انت فاهماني؟ نقلل برضه من الزيت معاها، لان بالظبط البشره الدهنيه مظبوط. يعني لكن البشره الجافه دايما بتلجا للماسكات اللي فيها اويل اكتر، فاهماني؟ بس لكن التنظيف دايما مهم جدا 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 قبل الميك اب عموما، او في الحياه العاديه، انت فاهمه؟ يعني العروسه دايما تلجا ان هي قبل ما تيجي تعمل الميك اب يكون بشرتها مجهزه، وخصوصا تكون معمول لها سكراب كويس، وتكون نايمه كويس والبشره. وبعد الميك اب برضه بنعمل السكراب ده علشان بعد الميك اب. بعد الميك اب الغسول بقى اللي كل بنت بتستخدمه، بتغسل بيه، تغسل البشره كلها، وبعد كده يعني خلاص، يعني بالميك اب ريموفر بتمسح كمان الميك اب، فبتلاقي البشره كمان بيور اكتر. يعني مش تمام. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله، منورانا حبيبي، ربنا يخليكي. عايزه اسال في برضو غسول او مناعمات للوش من غير ما تضر البشره او حاجه؟ يعني بصي، هو اللي بيضر البشره في اللي حاجات هي فيها كيماويات وكده. بصي، هي الصابون هي اللي بتضر دايما البشره، مش بتضرها بس تخليها جافه جدا. أيوه. يعني بتنشفها. فيعني يستحسن ان يعني الغسول افضل، يعني مثلا على حسب كل واحده بتستخدم غسول ايه، انت فاهماني؟ أيوه. كل يوم بالغسول يعني تنظف بشرتها بيه، لكن الصابون ساعات بينشف البشره. ف يعني نستخدم الغسول افضل من الصابون. بالظبط. طيب يا شيماء، احنا داخلين على الصيف، في الصيف مثلا عندنا ميك اب معين بنحطه ولا بنحط عادي زي ما احنا بنحط دلوقتي؟ بصي، هي الصيف او فصل الصيف عموما بيحب الالوان يعني الفاتحه، زي مثلا البينكات، الكشميرات، الحاجات دي، سواء ميك اب عيون او روج او كده. يعني دايما الميك اب الصيف بيبقى فاتح دايما. بالظبط. عن فصل الشتاء، يعني الشتاء دايما بيحب الالوان الغامقه الترابيه، انت فاهماني؟ فالصيف يعني الوانه بتبقى كده بينكات، درجات الفواتح. مظبوط، تمام. هل الواقي الشمسي بنحطه قبل الفونديشن ولا بعد الفونديشن؟ بصي، هو واقي الشمس بيتحط قبل الفاونديشن، تمام. وممكن لو انت مش حابه تحطي فاونديشن خلاص، لان في واقي شمسي بيبقى فيه نسبه زي نسبه كده اللي هي بتوحد لون البشره، انت فاهماني؟ فممكن يتحط طبعا علشان البشره بتختلف من بالظبط. في واقي شمس طبعا للبشره الجافه والبشره الدهنيه والبشره المختلطه، لان دايما اكتريه البنات بتقع في فكره انه يجيبوا واقي شمس مش مناسب لدرجه بشر، يعني مش مناسب لبشرتهم. فبتلاقي مثلا بشرتها دهنيه وجايبه واقي شمس للبشره مثلا الجافه، فيبقى بشرتها دايما فيها اويل كتير كده، فما بتبقاش شكلها مظبوط، بتعرق كتير. في بنات برضه يعني تميز الالم الحواجب والباودر، يعني محتاره بين ده وده، ايه الافضل؟ تقريبا الباودر. انا عموما ما بحبش الم الحواجب خالص. وبيدي لوك مش طبيعي. مظبوط. يعني انا ما بحبش، بصي، وخصوصا الحواجب، يعني في بعض البنات دايما الحواجب بتاخد شكل الستريت عندهم، يعني ما عندهمش مثلا لازم الحاجب يبقى من قدام خفيف، من قدام خفيف. ومن ورا
بيبدا اللون يتقل. لان اصلا ما فيش عندهم حواجب شعر خفيف خالص. بصي يعني. هي الباودر برضو بتدي افكت حلو يعني، مش مثلا طبيعي مظبوط يعني هي، لكن القلم يعني مع الوقت هو عامل زي الفلوماستر او كده مظبوط جدا. لكن لا مع الوقت بصراحه القلم بيبهدل الحواجب. في بنات عندهم مشكله برضو انهم ازاي يحطوا الوان غامقه مثلا في الحاجب وكده، فما يعرفوش يظبطوا الحاجه دي. بصي هو اول حاجه معروفه يعني اتمنى لكل البنات تمشي عليها، انه بلاش خالص القلم الاسود او البودر الاسود خلاص يعني. في حاجه مشكله فيها مثلا بالظبط يعني كمان الاسود خلاص يعني، خلاص يعني الموضه بتاعته راحت يعني. دلوقتي مثلا ممكن تجيبي درجات البني الغامق، لو شعر البنوته اسود فهميني درجه الجراي، لكن ده بالنسبه للي شعرهم اسود. لكن اللون الاسود الصريح ما بيبقاش لطيف خالص على الحواجب. هو اللي هم اسود يستخدموا البني الغامق اغمق بالزبط. درجه، لكن ولو لو البنت مثلا الحواجب تقيله ممكن تستخدم ماسكرا بس يعني. ماسكرا شفافة بيبقى فيه من في اكتر من براند. كتيرة بتقول مثلا بيقولوا القلم الاسود مكياج النهار وبالليل بيحطوا البني او البني بالنهار. في ناس بتقول كيف مش عارفه يعني وضحت حاجه والعكس بالفعل. لا انا ما بحبش خالص الاسود ولا صراحه نهار ولا ليل يعني. مش حابه يعني، ما بيبقى شكله لطيف. استحسن البني. طيب ازاي نعرف انواع الرموش ونختار الرموش المناسبه لكل عين؟ تمام. في ناس بتحط رموش بتقفل العين وبتبقى مش ماشيه اصلا مع عين. هقول لك، هو الرموش اللي بتقفل العين دايما بتبقى الرموش البلاستيك. اوكي. لان اوريدي الرموش بتبقى واقفه يعني، اللي هو فاهمه مش بتكون اللي هي تقيله، بتبقى محتاجه ليها تتقص بالظبط كده يعني. الاحسن ان هي مثلا تكون رموش شعر طبيعي. انت فاهماني. والعين مثلا تكون مثلا لو العين مبطنه دايما بتاخد الرموش القصيره من قدام وقصيره من ورا. انت فاهماني. العيون مثلا اللوزيه احنا بنسحبها بالرموش الطويله من ورا وقصيره من قدام، بس برضو يستحسن ان تكون دايما الرموش شعر طبيعي. ما بحبش دايما البلاستيك لانها كمان بتضر العين، لو عيون حساسه بتتعبها جدا. طب بالنسبه للعيون ازاي نختار الميك اب الكويس لكل عين، وازاي نوسع العين الضيقه ونقلل هي العين الضيقه وكده؟ بصي بالنسبه للعيون الضيقه، مثلا انا ممكن احط مثلا فوق العيون الوان فاتحه. انت فاهماني، بتحب بحيث تدي وسع للجفن. وجوه العين مثلا ممكن احط بيج او كحل بيج. ده بالنسبه للعيون الضيقه. لكن لو العيون مثلا واسعه بتحط كحل، بس الكحل من هنا لحد هنا بس، ما تسحبوش لورا لان السحبه بتاعت ورا بتوسع العين. طيب الوان الكحل بقى السحبه اللي نجيبها من ورا، بيبقى جميع الالوان بيبقى فيه مثلا الاخضر او الازرق اللي بنسحبه من اول الجف. في على حسب يعني، على حسب مثلا انت مثلا الميك اب لوك اللي بتعمليه. الالوان اللي بتتحط من ورا ايه هي؟ يعني مش ما بتكملش لاخر العين مثلا يعني، الاسود بيكمل لاخر العين. تمام. وعلى فكره البيج بيكمل عادي لاخر العين، على حسب الميك اب لوك اللي انت هتظهري بيه. تمام. ممكن بقى الاخضر والازرق والابيض ده اللي ممكن بنص العين. لا هو عادي يعني، ما لهمش قاعدة أساسية. انت فاهماني يعني، هو الميك اب عموما ملوش قاعدة أساسية، كل واحد وليه ذوق وليه طريقة تعامل في الميك اب. انت فاهمة، ممكن ميك اب يعجبك ما يعجبنيش. انت فاهماني، فعلى حسب ذوق كل واحد، بيحب مثلا الكحل كامل ناقص كده، ده بتبقى ترجع لشخصية البنت يعني. طب احنا ممكن في البودر ممكن نحط البودر من غير كريمة؟ يعني نحط الباودر من غير كريم؟ هو ممكن، بس يعني يستحسن مثلا يعني مثلا لو انت عايزه لوك شكله افضل وكمان تثبيت اكتر، بتحطي الكريم وبعدين بتحطي الباودر. ده بالنسبه طبعا للفاونديشن اللي ما بيبقاش فيه باودر خالص يعني. في انواع من الفاونديشن بتبقى كريمي وباودر في نفس الوقت. ماشي. بتحبذي انا واحد، في واحد بيكون مثلا سايل وفي واحد بيكون اللي هو العادي، فافضل انا واحد بالظبط. يعني مثلا الموس فاونديشن اللي هو بيبقى في العلبه مثلا، في ناس بتحبه ما بيحتاجش خالص لباودر. هو اوريدي في باودر بالظبط، الفانش بتاعه بيبقى باودر، فما بتبقيش عايزه تحطي فوقيه باودر. برضو ممكن برضو تنصحيهم، في ناس مثلا واحده تجيب فاونديشن مش لون بشرتها، فاستحسن انه اي واحده تجيب على حسب اللون بتاع بشرتها كده. مظبوط. يعني انا يعني الفاونديشن دلوقتي ما بقاش فيه مثلا حاجه اللي هو ايه، يبقى الفاونديشن افتح ولا اغمق، دايما يبقى نفس درجه البشره، بحيث لما انا احط ايدي كده جنب بشرتي ما يبقاش فيه فرق. فالتست بقى لما انا مثلا اروح اشتري ميك اب او اشتري فاونديشن بجرب هنا.
في المكان ده بالظبط الفاونديشن، لقيته دخل وعمل يعني اندمج مع لون بشرة على الايد طبعا. لا لا الايد بالظبط، لا لا الايد ممكن تكون مثلا يعني بتتاثر من الشمس بتكون اغمق من الوجه مظبوط، لكن هو لازم نجرب في المكان ده وندمجه كده بايدينا، لقينا الفاونديشن اتدمج مع لون بشرتنا يبقى هو ده المناسب، ولا افتح ولا اغمق. وفي كمان فاونديشن بيأكسد، بمعنى انه مثلا بيكون مثلا فاتح ويغمق درجه، فممكن انت وانت بتشتري الفاونديشن لو البنوته اللي هناك قالت لك انه بيأكسد بتجربيه وتستني شويه وتشوفي هيبقى مناسب للون بشرتك ولا لا. في طريقه معينه بقى لوضع الفاونديشن بيمنع الترهلات والتجاعيد، خصوصا بيبقى في ترهلات وتجاعيد في الوش وكده، ازاي نحط الفاونديشن نغطي المناطق دي؟ بصي هو دايما التجاعيد، بصي انا مش هكذب عليكي واكون صريحه، يعني كفاونديشن اصل الميك اب مش سحر، الميك اب يعني بيدي اللي هو بحاول يعني ابرز الجمال، لكن مش سحر، انا مش هعملك عمليه تجميل مش هيغطي كل مظبوط، لكن ممكن يقلل من شكله لكن يمحيه خالص لا، ده ما اكونش بكون صريحه معاكي يعني لا. في ماركات مثلا من حاجات كتيره بتبقى مثلا مضروبه، ازاي انا اعرف عشان اجيب حاجه كويسه ما تتعشرش على بشرتي او ما تعملش معايا اي مشكله، عشان في بنات كتيره بتكون واقعه في الغلطه دي. بصي هو انا يعني بالنسبه لي اللي هيروح يشتري ميك اب، يعني لو بنت هتروح تشتري ميك اب تروح تشتري دايما من محلات موثوقه، انت فاهماني ازاي، يكون فيها البارتيشن بتاع البراند نفسه دي اوريدي دايما بتبقى دايما اوريجينال، لان في كتير قوي قوي دلوقتي بقى في السوق المنتجات كوبي وسيمي اوريجينال، فالحاجات دي بتبقى ضاره جدا جدا على البشره لانها ملهاش ترخيص. لكن الحاجات زي مثلا في براندات صيني دي اوريدي عادي ليها ترخيص كويسه، كويسه يعني في كام براند صيني كويسين جدا دول ليهم ترخيص، لكن البراندات اللي بتبقى مقلده البراندات الكبيره لا، دي ما بتبقى معموله سوري يعني ملهاش مصدر، فما نحطهاش على البشره خالص. عايزين بقى نعرف الميك اب المناسب للبنات بتوع الجامعه بينزلوا الصبح والشغل وكده، خصوصا في بنات بتبقى نازله حاجات اوفر جدا مظبوط، فعايزين بقى ازاي نقول لهم على حاجات سيمبل. بصي هو دايما ميك اب الجامعه وطبيعي اي ميك اب الصبح لازم يبقى هيك بالظبط، احنا بنشوف حاجات تانية. بصي هو دايما ميك اب الجامعه يكون مثلا يستخلص مثلا في حوالي ثلاث حاجات، اللي هي ماسكرا اوكي وكنسيلر بس لو انت عندك هالات سوداء فاهمه وعايزه تداريها او تحطي لون البشره، وكمان يبقى مثلا في المكان ده بس، لو عايزه تحطي على الوش كله يبقى يستحسن ان البنت تستخدم بيبي كريم تمام ده كل يوم للبشره يعني كويس. لو الجامعه الوان الروج، الوان الروج الغوامق كشميرات بنيات كده، نبعد عن الاحمر النبيتي، الحواجب نبعد عن الاسود نخلينا في البني كده. وفي بنات برده ما بتعرفش تحط الكونتور. بصي هو تمام، في طبعا انا يعني نصيحه للبنات اللي هي لسه مبتدئه دايما تبعد تماما البعد عن الكونتور الكريمي، دايما تلجا للكونتور الباودر مظبوط، بيدي كمان بيدمج بسرعه تمام. وكل طبعا وش ليه طريقه كونتور معينه، يعني الوش مثلا المليان بناخد الكونتور من هنا وننزل بيه كده فبيدي افكت ان المكان منحوت من هنا. بالنسبه للمناخير لو المناخير كبيره وانا عايزه ارفعها اودي يعني افكت ان هي رفيعه يعني بعمل خط هنا وخط هنا فبيدي اوريدي افكت من بعيد ان انت شايفه ان المكان ارفع. ولو طويله بيبقى لونه اللي هو البني بيبقى لون اغمق من درجه الفاونديشن بتاعك 3 درجات او 4 تمام. ولو يعني لو النوز طويله بحط الكونتور اصغر من هنا تمام، ومن هنا بقى هايلايتر وافتح مكان الحته دي بالظبط علشان تتزيد. ايه رايك في عمليات التجميل الكتيره اللي بتحصل؟ دي بقى كل واحد يعني هو على حسب، في ناس كتير قوي يعني كل واحد سبحان الله ليه جمال طبيعي يعني، بس في ناس دايما عايزه تبقى واصله للتوب، وساعات يعني ساعات من وجهه نظري الموضوع بيقلب معاهم حاجه ثانيه يعني من كتر عمليه ناس بتدخل في مشاكل كتيره بعد كده. مظبوط. ازاي نخفض من الهالات السوداء نقلل منها؟ طبعا هو شكلها وحش مع الميك اب مظبوط. بصي هي الهالات السوداء سببها اول حاجه لو وراثه، لو وراثه دي يعني تفضل موجوده يعني فاهماني. تاني حاجه النفسيه،
تبقى دايما متأثرة بنفسها. بتتعالج؟ بصي هقول لك، هي كمان لو انتي، لو الشخص بينام كتير بيجي له هالات سوداء، ولو الشخص سهر كتير بيجي له هالات سوداء. يعني المفروض النوم الطبيعي للبني ادم 8 ساعات، فهماني؟ السهر بقى او النوم الكتر بتعمل هالات سوداء. فالهالات السوداء ممكن تتعالج مثلا بالشاي الاخضر، بالخيار، البطاطس، شرايح البطاطس تحطيها تحت العين. ده لو مش وراثه، لكن لو الهالات سودا وراثه مفيش علاج. في مرتبات معينه ليها؟ في ايه؟ الكريمات معينه، الترتيب وكده؟ بص لا بصي، اكيد طبعا. يعني احنا مثلا انا لما باجي اعمل العروسه دايما بيبقى في ترتيب للوش كله، ترتيب معين لتحت العين، انت فاهمه؟ لكن لا، لكن لو استخدام شخصي يبقى نهتم اكتر. يعني لو مش كل يوم ميك اب، برده الميك اب كل يوم بيهلك دايما البشره حتى لو كان براند ايه. نلجا دايما يعني الحاجات الطبيعيه، الماسكات الطبيعيه. البنات برضو اللي بتحط ميك اب كل يوم لازم تعمل سكراب وترتيب للبشره علشان، بس هو هقول لك هو برضو ما ينفعش برضو كل يوم ماسكات، يعني ده اصلا اوريدي غلط. الترتيب على الاقل، الترتيب ده يبقى موجود. الترتيب لا يوم. الترتيب ده طبيعي، مثلا ممكن تعمليه كل يوم قبل لا ما تنامي. في ناس بتنام بالميك اب. لا ده صعب جدا. لا ما بتحطش بالترتيب ولا عشان الفاونديشن والكحكيات لا ما ينفعش خالص النوم بالميك اب. لا ده لازم قبل ما تنامي تكوني اصلا عامله ماسحه الميك اب وكمان مرطبه البشره، عشان يدي يعني البشره تكون شكلها بيور اكتر. هو في في بديل امان لمكسات طبيعيه؟ اكيد. يعني في، لو انت مش حابه الماسكات مثلا في وتاثر على تمام البشره، هو في براندات كتير ليها ماسكات كويس، فيها ماسكات كويسه يعني. بس لو يعني مش عايزه مثلا تلجا مثلا لماسكات فيها كيماويات، ممكن مثلا تستخدم ماسك الزبادي، ماسك مثلا الطماطم، بس دي لو البشره مش حساسه. يعني طماطم، تجيب طماطم وتقطعها وتحط عليها كركم مثلا وتعمل سكراب، ده حلو جدا عادي. بس في حاله واحده، الطماطم والسكر مظبوط، حلو برضو جدا. بس بلاش الطماطم مع البشره الحساسه، بتتعبها جدا. مظبوط. ازاي نختار الفونديشن لكل بشره، الدهنيه والحساسه والجافه والمختلفه؟ بصي هي بقى ايه، دايما يعني انا مثلا البنت راحت تشتري فونديشن، بتبص عليه المكتوب، لو الفونديشن مكتوب عليه اويل من غير اي حاجه بتفهم ده للبشره الجافه والمختلطه. لو اللي هو مكتوب مثلا عليه ان هو مات او ما فيهوش نسبه من الدهون، دايما تبقى للبشره الدهنيه. بس في بنات اصلا ما تعرفش ان ده نوع بشرتها ايه. بصي هقول لك على حاجه، ممكن تغسل بشرتها كويس جدا. هقول لك ممكن في بنات تغسل وشها كويس جدا جدا جدا، وتستنى حوالي 10 دقائق وتجيب منديل تحطه على البشره وتشيله. المكان اللي فيه نقط هو ده المكان، يعني مثلا لو في نقط في المنديل كتير تبقى دي بشره دهنيه. في بشره اللي هي البشره اللي هي مختلطه، التي زون ده دهني بالمكان ده، وباقي البشره مختلطه سوري جافه. والبشره الدهنيه اوريدي بتبقى كلها. البشره العاديه دي اللي هي ولا دهنيه ولا مختلطه، ودي بصراحه بالنسبه لي احسن بشره. العروس دايما بتجيلك جاهزه؟ في وحدات بتجيلك البشره تعبانه، في بتعرفي هو دايما العرايس بشرتهم بتبقى مرهقه كمان من السهر وتعب التجهيزات وكده. لكن في عرايس دايما بيجوا يعني ما بيهتموش قبليها بالماسكات، يعني فاهمه؟ ده طبعا بيبقى غلط جدا. يعني اهم حاجه السكراب، لان برضو في بشره بتبقى فيها قشور، فالميك اب ما بيبقاش مظبوط. مظبوط. في مثلا بنات عندها حبوب مثلا، ممكن تروح قبلها مثلا تعمل جلسات لو لدكتور حتى تقلل من مظهرها. بالظبط. يعني الاهتمام دايما بالبشره قبل الفرح اهم بكتير من الميك اب. طبعا. في الميك اب ازاي نوسع العينين؟ انا العين مثلا عايزه توسعيها من جوه، دايما بلجأ للكحل البيج والابيض. تضييق العين، الكحل الاسود، بس ما اسحبهوش بسحبه، لان السحبه دي بتوسع العين شويه. طيب في الوان روز بتكبر الشفايف، وفي الوان بتصغر فعلا، هو تقريبا فواتح بقى. هو الاحمر دايما دايما بيجي لي بنات تقول لي بلاش الاحمر عشان بتكبر شفايفي. لا هو ده بالعكس. اي كلام. لا هو في فعلا، هو في ممكن، بس يعني احنا او انا لما باجي اعمل ميك اب لبنت، ممكن لو هي شفايفها كبيره يعني بصغر الشفايف، وممكن برضه احط لها اللون الاحمر وما يبانش ان هو الشفايف كبيره، فاهماني؟ مظبوط. وفي الوان مثلا اللي هي
تقول لك مثلا لا بتصغر الشفايف، البنيات مثلا الغامقه، الحاجات اللي هي اصلا ما بتدي افكت بس اللون الشفايف لكن ما بتبقاش روج، انت فاهماني؟ في والفواتح والغامق ديت بتاثر على لون البشره، اللي هو يعني لو حاطه فاتح بيفتح او غامق بيغمق فعلا. بصي هو بصراحه انا زي ما قلت لك الميك اب مالوش قاعده اساسيه، انا مثلا اوقات بحب الوان معينه في الروج، انت فاهماني؟ انت ممكن ما تحبيهاش، يعني انا في بنات تقول لي ابعديني تماما عن الاحمر، انت فاهمه؟ فببعدها، هي مش حابه الميك اب لوك ده. وانا اصلا اوريدي لما بتجي لي عروسه بسالها الاول انت حابه الميك اب بتاعك يكون على الوان ايه؟ انا بعمل يعني اللي انا شايفاه. يعني احنا ممكن ننسق الميك اب مع الروج والحاجات دي مع بعضيها؟ طبعا طبعا ده اساسي. لا 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 ده اساسي، بس انا برضو عايزه اقول ان برضو دي بتبقى اذواق، يعني انا مثلا لما باجي ابدا في عروسه دايما بسالها انت حابه الوان الميك اب تبقى على ايه؟ فبتقول لي، فعلى اساسه ببدا اعمل اللوك، مش لاني ما بحبش اخرج عن شخصيه العروسه. أيوة. دايما حابه ان هي تخرج مظهرها هي كمان راضيه عنه. اكيد طبعا كل واحده بتحلم الليله دي تكون بالزبط. مختلفه تماما. الميك اب الجميل اللي انت عاملاه يا روحي منكي، ربنا يخليكي. ماشي استاذه شيماء بجد منورانا. قبل ما نختم عايزين اخر مثلا رساله توصليها للبنات والمشاكل اللي بتواجهكم. هو انا بالنسبه لي بالنسبه للعرايس زي ما قلت دايما الاهتمام بالبشره قبل الفرح ده مهم جدا جدا جدا. لو انت لو البنت عندها حبوب كتير تلجا، بلاش دايما يعني تعمل ماسكات من دماغها، ممكن تروح لدكتور دكتور جلديه افضل انه مثلا يديها حاجات يستحسن ان هي تبقى احسن من اي حد ممكن ينصحها بحاجه تانية. ممكن تاخده في فتره قليله وتبقى تمام جاهزه. مظبوط، وخصوصا الكلام ده للبشره الدهنيه، دايما البشره الدهنيه ما تمشيش ورا اي ماسك لان هم اوريدي بشرتهم بتبقى فيها حبوب وحساسه جدا. لا اما بالنسبه للبشره الجافه والبشره العاديه، فالبشره العاديه عادي يعني هي الحمد لله بتبقى دايما في الميك اب كويسه وفي العادي كويس، والبشره الجافه زي ما قلت دايما تهتم بالترطيب. طيب مهم جدا. قبل ما نختم حلقتنا عايزين برضو نعرف البنات، لان في بنات كتير بتعاني من موضوع الميك اب ما بيثبتش في فتره الصيف. بصي هو دايما يحطوا يعني يثبتوا خالص. بصي في باودر، يعني مثلا ايه ممكن تحط الفاونديشن وتثبت بباودر، انتي فاهماني؟ وزي ما انا ما قلت اللي هو دي بقى على حسب نوع بشرتها يعني فاهمه. في مثلا عيون ما بتقبلش الكحل، حتى لو البراند كان ايه دايما بتسيح الكحل، كل واحده على حسب بشرتها. فمثلا البشره اللي بتكون الميك اب بيسيح بسرعه دايما تثبت ببودر بحيث انه يبقى الافكت بعد شوي حلو. بس نشكر الميك اب ارتست الجميله شيماء ياسين، نورتينا بجد. رب البنات يقدروا يستفيدوا من حلقتنا النهارده. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا.